هي الحمد لله اليوم ديال الميف ديال بناني تهاميت اخر الجلسه ديال 30/3 الشهر المقبل ان شاء الله. وحنا بالنسبه لينا الميف دا كيوضح والسيد القاضي مشكور والهيئه كلها مشكوره بانت لنا بان غدا الطريق صحيح، لان اثبات الطلبات ديالنا استدعت اولا جميع الاطراف اللي كنا كنلتمسوا استدعائهم لمتورطينا في الملف عن طريق التدعيم ان شاء الله عن طريق النيابه العامه. وكنظن بان احنا غنوصلوا للحقيقه، لان السيد القاضي مشكور لان بان ما بالنسبه لهذا الملف غندرسوا من جميع الجوانب نديروا جميع باش نعرفوا الحقيقه، لان ما يمكنش حنا نورطوا واحد الدراري جوج واحد ولا ثلاثه، لان احنا خاصنا نجيبوا جميع الاطراف في نعرفوا الحقيقه، ولا ما كانش هذاك الدراري كاع ما داروا والو، خاصنا نوصلوا للحقيقه، الحقيقه غتبان بناء على خبره الهواتف. الخبره الهواتف ضروريه مؤكده، هي كنا كنطلبوا ديما واخا كناكدوا عليها وكن أكدوا لأن هي الوسيلة الوحيدة باش قاضي السيد قاضي التحقيق في 2019 دار متابعة بناء على الخبرة على الهواتف. لهذه الأسباب كنأكدوا على الخبرة على الهواتف.